خاتمي، منيح اللي انتبهت له. تفضلي ستري، من شربك شيء؟ لا لا، عن جد المرة ما فيني، لأنه لازم أرجع على البيت، جوزي شوي صعب. هو كتير صعب، هو بيموت من غيري علي، لذلك أنا ما فيني غير على البيت، وبستغل أول فرصة هو يكون فيها بالشغل لأطلع. هلا لازم أروح. باي باي. نور، ريحة الشوربة كتير بشعة. هلا انت شو بدك بالريحة؟ المهم الطعمة. إذا هيك ريحة الشوربة تكون طعمتها. خلصنا ميدو، والله العظيم نسيتيني، حطينا قرفة ولا ما حطينا؟ يا الله، بصل وثوم وقرفة، كل هدول ايه والله كتير هيك. صحي ميدو، انت ليش قاعدة؟ قومي تحركي، مو أساس بدك تنزلي 800 جرام؟ إذا مفكرة إنه النق بينحف، والله ما حينحف حدا غيري، قومي لشوف، تحركي. لك ميدو شو عم تعملي؟ وين انتي تحركي؟ هون بدك تعملي رياضة فوق راسي؟ ماشي، رح اطلع، بس لك وصيلي بالشوربة أكثر من هيك. ايه أكيد أكثر من هيك ما في تخبيص. ايه وما تحطيلي على البصل والثوم ولا هالشطة، ماشي؟ تكرمي. شي تاني؟ لا. جد ريحتها بتقتل. الله يعينك، بس يلا مفيدة. ايه سائل، شو الموضوع الضروري اللي كان بدك يعني فيه؟ طيب شو رأيك بالأول نشرب شي شغلة، لأنه هي أول مرة أنا ما رح أسألك شو رح تشرب. ايه بنشرب بس على كيفك. على كيفي؟ ايه اوكي. مترو بليز. حاضر. هلا بيك. ممكن اثنين قهوة بسكر ولا بلا سكر؟ لا أنا ما بشرب قهوة، شكرا. طيب انا اسف، انت قلتي لي رح تشربي على كيفي. ايه قلت بركي بتسالني مره ثانيه. طيب رح اسالك مره ثانيه، شو تشربي؟ بشرب عصير طبيعي. طيب اورنج، تفاح، فريز؟ على كيفك. قبل شوي كانت على كيفي. لا لا عن جد على كيفك. طيب واحد اورنج فريش وواحد قهوه ساده. حاضر. لا لو سمحت جيب لي كوكتيل فواكه، ما بحب الاورنج. حاضر. شكرا. ايه سائل قلي شو كان بدك مني؟ اول شغله انت لازم تتركي الشغل بالكافيتيريا. ليش؟ انا عملت شيء لا سمح الله؟ يي لا يكون مش عم ادري. لا 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 لا، انت ما عملتي شيء، بالعكس انت احسن كاشير اجى بتاريخ الكافيتيريا كلها، حتى مدير الصاله عم يفكر يزيد لك السالري تبعك، يعني الراتب. لكن ليش بدك يعني اترك الشغل؟ لانه